أطلق فريق أبواب الخير مؤخراً حملة عيدهم في بيتهم، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الحملة دعماً لمشروع سهم الغارمين الذي أطلق صندوق الزكاة والصدقات التابع لإدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف منذ العام 2017. راح نتحدث أكثر مستمعينا عن هذا الموضوع مع الشيخ صلاح حيدر حسين، رئيس صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. صباح لك بالخير شيخ صلاح، وحياك الله معنا في صباح الخير يا بحرين. صباح الخير وسرور، وصباح عليكم على المستمعين والمستمعات في كل مكان. يا هلا ومرحبا شيخ صلاح، وفي البداية بودنا أن نتحدث عن حملة عيدهم في بيتهم وكيف انطلقت هذه الفكرة. اي نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حقيقة الأمر أن هذه الحملة والمشروع مبادرة رائعة من فريق أبواب الخير التطوعي، والذي له الدور البارز في تلمس حاجات المجتمع والتوسط بين ذوي اليسار وذوي الدخل المحدود لتفريج كرباتهم وتحقيق حاجاتهم. ففي حقيقة الأمر تلقيت اتصال من الأخ عبد الله القائم على هذا الفريق، وبادر جزاه الله خير بأن يكون هناك حملة يعني تشمل البحرين كلها في حث الناس لدعم هذا المشروع الذي يتلمس في حقيقة الأمر حاجة المعسرين والمحتاجين من أبناء هذا الوطن وتفريج كرباتهم. فأنا صراحة رحبت بهذه الفكرة وتواصلت معه، وقمنا بهذا المشروع بالتعاون مع فريق أبواب الخير. طيب شيخ صلاح، يعني خلينا نتكلم عن كيفية هذا المشروع، شو تفاصيله ومن هي الفئة المستفيدة منه؟ إن شاء الله. طبعا أصل هذه الفكرة في حقيقة الأمر نابعة من مقترح موفق من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي حفظه الله سبحانه وتعالى، حيث تم رفع المقترح له في عام 2017 لتسديد ديون بعض الغارمين ممن تقدم بطلب من صندوق الزكاة والصدقات، وكانت في حقيقة الأمر المبالغ كبيرة نوعا ما. فقال لنا معالي الوزير الله يحفظه بأن هناك من هو في أمس الحاجة لتسديد الديون عليهم ممن تم اتخاذ ضدهم إجراءات تنفيذية جبرية كالقبض والحبس والمنع من السفر وبمبالغ يسيرة نوعا ما، وهم غير قادرين على تسديدها، فآمل منكم النظر في حالتهم ورفع تقرير مفصل عن المشروع بعد الرجوع إلى الرأي الشرعي في المسألة والرأي القانوني للوائح الصندوق. بعدها أنا قمت بدراسة هذا الموضوع الله يبارك فيه، وبعد النظر ودراسة المقترح خلصنا إلى أن في حقيقة الأمر أن هذا المشروع يعني يخدم عدة محاور، المحور الشرعي والمحور الاجتماعي وكذلك المحور الاقتصادي. فالمحور الشرعي رأينا بأن هذا المشروع في حقيقة الأمر قد نص الشارع على أنه من أسهم الزكاة التي يجب إخراجها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالغارمون هم على صنفين: من أخذ المال لحظ نفسه ليدفع حاجته، ومن أخذ المال لحظ غيره لإصلاح ذات البين. فالذين أخذوا المال لحظ نفسهم فهؤلاء إذا عجزوا عن تسديد هذه الأموال فلنا أن نأخذ من أموال الصدقات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لدفع حاجاتهم. هذا من ناحية شرعية. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذه النصوص هي التي حملتنا في حقيقة الأمر أن نبذل هذه الأموال التي جمعناها من الصدقات ومن الزكوات لهذه الفئة لتفريج كربتهم وسد حاجتهم. جميل. هذا بالنسبة للمحور الشرعي. وأما من جانب المحور الاجتماعي فهو أي هذه الحملة في حقيقة الأمر وهذا المشروع أي سهم الغارمين،
يصب في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وهذا التكافل كذلك قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا في تحقيقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن قال له اعلم أنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وأخبرهم لأن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم صدقة، وصدقة المراد بها هنا الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالتكافل الاجتماعي هو في حقيقة الأمر أن نأخذ هذه الأموال من الأغنياء من ذوي اليسار ثم نصبها أو نبذلها لهذه الفئة المحتاجة. وأما بالنسبة للمحور الاقتصادي كذلك، فهذه الأموال التي نبذلها ونصرفها ونعطيها لأصحاب الديون فترجع مرة ثانية هذه الأموال إلى من؟ إلى عجلة الاقتصاد، فتغذي عجلة الاقتصاد ثم إيش؟ ينمو الاقتصاد بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما رأينا هذا المشروع بأنه يخدم هذه المحاور الثلاثة صراحة اهتمينا، واهتم معالي الوزير حفظه الله بهذا المشروع ودشناه في عام 2017 وفي عام 2018 ودفعنا عدة دفعات لهذا المشروع حتى بفضل الله سبحانه وتعالى وفقنا لتفريج كربات ما يقارب 251 معسرا ومعسرة من أبناء هذا الوطن. جميل، يعني أنا توني كنت بسأل عن عدد المستفيدين من هذا المشروع ل 2017، لكن يعني توك جاوبت أن 200 شخص، نبي نشوف كيف كان انطباعهم بعد يعني هذا المشروع، كيف كان ردة فعل أهلهم لما الحمد لله يعني كان عيدهم في بيتهم وقدروا أنهم يعيدون مع أهلهم. نعم بارك الله فيك. طبعا هناك في يعني تفاعل جدا جدا جميل جدا، سواء من تم تفريج كرباتهم أو ممن تم دفع المبالغ لهم أصحاب الديون ومن المجتمع. أما بالنسبة لأخواننا الذين تم تفريج عنهم فالحمد لله حسوا بفرحة شديدة جدا لأنهم هم وغم أزيل عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما يقال بأن الدين هو هم أو هو هم في النهار، ويعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدين هو كربة، والكربة كما لا يخفى عليكم هي شديدة على النفس، فتم تفريجها بفضل الله سبحانه بدفع هذه إيش الأموال. وأما بالنسبة للدائنين الذين تم دفع لهم، منهم من تفاعل ويانا، منهم من تنازل عن قسط من المبلغ الذي على المدين، ومنهم من تجاوز عن المدين وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة لي التفاعل اللي حصلناه الجميل من سواء الدائنين أو المدينين. احنا طبعا نشكركم على هذا المشروع، مشروع سهم الغارمين، وهذه الفكرة هي باختصار يعني طريقة لإشاعة هذه الثقافة لكي تتحول من توجيه رباني وتوجيه راقي وإنساني من سيد البشر صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتيسير وتفريج الكرب إلى ثقافة متأصلة، لأنها أصلا من صميم ثقافتنا وشخصيتنا البحرينية. احنا بحاجة لأن احنا نرجع لمثل هذه القواعد، بحاجة إلى هذه القيم النبيلة في مجتمعنا، ولا أجمل من أن تكون في شهر رمضان المبارك بمساعدة الشباب وأفكارهم الجديدة. سؤالنا الأخير لك شيخ صلاح، لمن يحب أن يساهم في هذا المشروع كيف يتواصل معاكم؟ اي نعم طبعا الله يحفظك. قبل ان نبدا ببيان كيف طريقه التواصل لمن اراد ان يبدا في هذا المشروع، لازم نعرفون اولا هذا المشروع من الذي يستهدفه او نستهدف من في هذا المشروع. طبعا صندوق الزكاه والصدقات بالوزاره وضعت معايير واشتراطات دقيقه لمن يمكنه الاستفاده من حمله ابواب الخير. وهي بتكون على النحو التالي: اولا أن يكون المدين المعسر شخصا طبيعيا بحرينيا لا يقل عمره عن 50 سنة. ثانيا لم يسبق وأن صدرت ضده أحكام مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. ثالثا أن تكون قد صدرت ضده إجراءات تنفيذية جبرية كالقبض والحبس والمنع من السفر ولا تزال سارية. طبعا هذه المعايير والاشتراطات المذكورة مبنية على أساس أن المبلغ الذي سيتم تجميعه من الحملة يعني تقريبا 200 ألف دينار، وفي حال
تجاوزت التبرعات المبلغ المذكور من الممكن النزول بشرط السن يشمل فئات أكثر من المؤسرين الغارمين. نعم. فهذا بالنسبة للاشتراطات اللي احنا جعلناها لهذه الحملة الموافقة، وهو عيدهم في بيتهم بالتعاون مع أبواب الخير، فريق أبواب الخير. كل الشكر والتقدير. ايه؟ نعم. يعني احنا نشكر لكم الأمانة هذه الجهود الشيخ صلاح. اي نعم، الله يحفظكم. وبالنسبة الله يحفظك بخصوص ان كيف التواصل معنا للتبرع عن طريق هذه الحملة، طيب فاحنا خصصنا بفضل الله سبحانه وتعالى حساب خاص لهذه الحملة، وتم نشره عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الآن في جميع جوامع مملكة البحرين تجدون رقم الحساب لمن أراد أن يتبرع لصالح هذا المشروع لتفريج كربات إخواننا من المؤسر، إخواننا وأخواتنا من المؤسرين والمؤسرات الذين تعذر عليهم رد الديون التي عليهم. وكذلك عندنا عن طريق الاس ام اس والأرقام يعني الموجودة كذلك في نفس البوستر الموجود في المساجد، وكذلك تم توزيعه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. مرة أخرى احنا نشكركم فعلا على إشاعة هذه الثقافة بين مجتمعنا البحريني، وإن شاء الله الكل يعني يستطيع أن يقدم هذه الخدمة، يستطيع أن يقدم هذا التيسير وهذا التفريج لأي إنسان يعاني من مشكلة وضائقة مالية بما يتفق مع الشروط والمعايير التي وضعها صندوق الزكاة والصدقات. شكر موصول للشيخ صلاح حيدر حسين رئيس صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأيضا شكرا لأبواب الخير وفريقهم النشط فيما يقدمه من أفكار خلاقة وجديدة في العمل التطوعي والخيري. شكرا جزيلا.